أقبال ستكون خائفة من أن يوسف يتكلم الحقيقة. إليكم ملخص من مسلسل الأمانة، الحلقة 8 من المسلسل أغماء يوسف، ولم يستطيع الاستيقاظ في الحلقة القادمة نتيجة جهود سهير. سيشفى يوسف بالكامل، يوسف بطل المسلسل ولن يموت. أقبال ستكون خائفة من أن يوسف يتكلم الحقيقة، لذلك ستحاول أن تأذي يوسف من أجل أن لا يتكلم بشيء، لكن سهير ستفشلها لأنها سهير ستحمي من الأخطار التي يواجهها يوسف لفترة من الوقت، ولم يتم معرفة حقيقة إقبال وجريمتها وخطتها ضد يوسف. ولكن سهير ستشك بأمر إقبال في الحلقة المقبلة، وستعرف هي المجرمة التي قتلت أختها، وأيضا تريد أن تتخلص من يوسف، وبعدها هي أيضا عندها يمان سيلقنها درس لإقبال، ولن يدعها ترتاح أبدا، وسيقوم بإدخالها إلى السجن. يمان سيسمح لنفسه بأخذ فرصة أخيرة وثانية، وسيقوم بالتقرب من سهير، وسيكون هناك علاقة بين يمان وسهير، وستكون نهايتها الزواج. إلى هنا وصلنا إلى نهاية الفيديو، انتظرونا في فيديوهات قادمة وجديدة، ولا ندعكم في أمان الله. شكرا على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.